السلام عليكم يا شباب، الفل، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من المادة اللي هو الجزء الخاص بالـ PLC. هو بس في الأول الميتنج ده للأسف بيبقى أقصى عدد ليه 100 فرد أو 100 طالب يعني، بس هو كده كده هيكون متسجل إن شاء الله وهيترفع التسجيل ده على الجروب. ولو في اي حد ما حضرش المحاضره معانا وعنده اي اسئله يكتبها ونرد عليه ان شاء الله. هيبقى في اتنين شيت هنزلهم، مش عارف انتوا بدات فيهم ولا لا مع المعيدين، بس انا هنزلهم، هنزل الشيت ده على الجروب وهنزل كمان المودل انسر بتاعها، يعني شيت بالحل بتاعه. هيبقى ليه علاقه بالبرمجه بالبي ال سي ان شاء الله. المحاضرة أو الجزء الأول من المحاضرة هيبقى ده جزء نظري بيتكلم عن إيه هو الـ PLC، إيه هو الـ definition بتاعه، إيه هو الـ construction، الـ hardware construction، الـ component، وظيفة كل component من أجزاء الـ PLC بتعمل إيه، إيه دورها، الـ connection أو الـ wiring، إزاي أوصل input مع الـ PLC وإزاي أوصل output معاه، وبعد كده الـ advantage والـ disadvantage للـ PLC ومقارنة بينه وبين الـ classic control. وبنختم الشابتر ده بحاجه ازاي نعمل سيلكشن او نختار جهاز بي ال سي لمشروع معين. لو انا بعمل بروجكت او بعمل ابلكيشن والابلكيشن ده هستخدم فيه جهاز بي ال سي ككنترولر كنظام تحكم، اختاره على انهي اساس؟ ايه الاختيار هيكون مبني على انهي قواعد او انهي اجراءات؟ ده ملخص الجزء الاول من المحاضره ان شاء الله. الجزء الثاني من المحاضره هنبدا في البرمجه، هنشوف لغات البرمجه المختلفه الفروق بينها ايه هي، نتعلم لغه اسمها لادر دياجرام، هنشوف الرموز او السامبلز المستخدمه في البرمجه، هنبدا نتعلم الاوامر اللي موجوده في البي ال سي زي امر سيت والريسيت، امر البوزيتيف ايدج والنيجاتيف ايدج، النوت انستراكشن، واوامر ثانيه خاصه بالتايمر والكاونتر والكومبير وحاجات ثانيه ان شاء الله. احنا في البرمجه عشان نشتغل بشكل عملي ما يبقاش الكلام نظري، هنختار احد الشركات او جهاز لاحد الشركات ونبدا نجرب عليه. في المجال ده الشركه اللي هي رقم واحد او الشركه الاكبر في المجال ده هي سيمنز، لكن في شركات تانية برضو كبيره زي سيمنز، زي الان برادلي، زي عمرون، زي شنايدر، دي كلها شركات كبيره، بس هي سيمنز رقم واحد في المجال ده، في مجال الاوتوميشن او مجال البي ال سي. فعشان كده احنا اخترنا الجهاز بتاع سيمنز واللغه والبرمجه بتاعه سيمنز نتعلم عليها ونشتغل عليها بشكل عملي من خلال برامج سيموليشن. ده بس اللي هتقوله في الاول، لو في حد من الحاضرين عنده اي سؤال او اي استفسار في الاول قبل ما نبدا ممكن يقوله عادي في اي وقت، في اي وقت حد عنده سؤال في الشرح اللي انا بقوله يسال وانا هرد عليه. اللي يسال يفتح المايك يسال السؤال بتاعه وبعدين يقفله تاني عشان بس الدوشه او الضغط ما تبقاش عامله مشكله لحد. تمام شباب، كله تمام كده؟ الصوت مسموع كويس عندكم؟ صوت واضح ولا في مشكله؟ تمام يا دكتور. شكرا لكم. في البدايه احنا المفروض في الجزء اللي دكتور مجدي اشتغل معاكم فيه شرح حاجات كتير خاصه بالكلاسيك كنترول، شرح الكومبوننت، شرح يعني ايه ريلي، يعني ايه كونتاكتور، الانواع بتاعتهم، الكونكشن، السبيكس او السبيسيفيكيشن بتاعتهم ازاي اختارهم، ايه هو الثيرمال اوفرلود. المفروض تكونوا عملتوا مجموعه من الدوائر التحكم المختلفه لبعض التطبيقات الصناعيه البسيطة وهكذا، زي مثلا ازاي اعمل دايركت اونلاين او ستار ستوب موتور، ازاي اعمل تغيير اتجاه دوران موتور 3 فيز في اتجاهين مختلفين، لان ممكن استخدم الموتور ده مثلا في انه شغال لي كومبير في اتجاه وبعدين في الاتجاه العكسي او الاخر، ممكن افتح واقفل الباب، ممكن استخدمه في الفيتور اسانسير يطلع وينزل وهكذا يعني. اتعلمنا حاجة اسمها السيلف لاتش، اتعلمنا يعني ايه انترلوك، ومفروض اشتغلنا في مجموعه من الدوائر مثلا زي دايره ستار دلتا حسب ما انا فاهم وعملناها او شفنا بتتعمل ازاي، واشتغلنا على برامج سيموليشن مثلا زي الاي كي تي اس او برامج ثانيه. الكلام ده تم معاكم ولا لسه؟ تمام يا دكتور. حلو قوي. البي ال سي بقى بيحل مشاكل كتير المفروض انتوا قابلتوها في الكلاسيك كنترول. طب مشاكل زي ايه؟ يعني ايه اهم المشاكل اللي انتوا قابلتوها وانتوا شغالين في الكلاسيك كنترول؟ حد عارف او حد خد باله منها؟ حد عارف ايه؟
كمية الوايرنج مثلا اللي انا بستخدمها. امبليكيتد سيركت صح، دايرة معقدة، الوايرنج كتير، التصميم بيكون صعب، تعديل في دايرة بيكون صعب، لما اجي اعدل في دايرة بضطر اهد التصميم القديم اللي انا كنت عامله واعمل تصميم جديد من الاول، اكتشاف الاعطال بيكون موضوع صعب مش سهل ابدا. كل دي مشاكل في الكلاسيك كنترول، غير كمان ان في بطء في الاوبريشن، لان الكلاسيك كنترول او الريلي بشكل عام والكونتاكتور بيزد على ميكانيكال موفمنت، حركه ميكانيكيه، الكونتاكت عشان تفتح تقفل بتاخد مشوار حركه ميكانيكيه، فده بيعمل ديلي تايم. الديلي تايم ده مش هيكون مناسب في التطبيقات اللي محتاجه فيري فاست ريسبونس او ريسبونس سريع، وبالتالي هيبقى النظام ده بطيء الى حد ما مقارنه بالانظمه الثانيه اللي احدث منه، اللي هي مبنيه على الالكترونكس او مبنيه على البروسيسور، دي بتكون سريعه جدا بالمقارنه بالكلاسيك كنترول. فالبي ال سي جه عشان يحل المشاكل الخاصه بالكلاسيك كنترول. طب ايه هو الديفينيشن بتاع البي ال سي او التعريف بتاعه طبقا للنيما ستاندرد؟ طبعا ده الديفينيشن المفروض تبقى انت حافظه او عارفه، بس قبل ما اقول وراك كلام نفهم يعني ايه هو جهاز البي ال سي. انا هرجع تاني للسلايد دي بس عايز اجيب لكم صوره كده توضح لكم الدنيا شويه. ده مثلا شكل لاحد اجهزه البي ال سي بتاعت سيمنز، ده شكل الجهاز، ده وحده بيبقى فيها مسامير من فوق ومسامير من تحت او تيرمال او اطراف، يعني اطراف توصيل. الاطراف دي بعضها بيكون اوتبوت والبعض التاني بيكون انبوت، بيبقى فيه كمان هنا زي سيريال بورت او نظام كوميونيكيشن، بقدر اوصل كابل في المكان ده عشان اربطه مع الكمبيوتر او اللابتوب بطريقه معينه من خلال سوفت وير معين خاص بالشركه اللي انا بشتري منها الجهاز. بعمل انستول او سيت اب للسوفت وير ده على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعي، وابدا من خلال السوفت وير ده اعمل كونكشن بين الكمبيوتر وبين البي ال سي، واكتب برنامج بطريقه معينه او بلغه معينه، وفي النهايه بعمل له داونلود او ترانسفير، بنزل البرنامج على جهاز البي ال سي. بعد كده اقدر افصل الكابل اللي واصل بين البي ال سي والكمبيوتر، اقدر اشيله او اسيبه موجود مش هيفرق حاجه، خلاص البرنامج اتخزن على ميموري جوه البي ال سي. البرنامج اللي انا وصلته اللي انا نزلته على البي ال سي هو اللي هيحكم العلاقه بين الانبوت والاوتبوت. طب انا هوصل ايه مع الانبوت فوق ومع الاوتبوت تحت، هوصل ايه بينهم دول؟ في حاجات بقدر اوصلها مع الانبوت والاوتبوت زي الحاجات دي كده، يعني مثلا الانبوت بيبقى عباره عن سويتش او سنسور او بوش بوتون، ده الانبوت، والاوتبوت بيبقى اي اوتبوت اقدر اشغله، كونتاكتور او ريلي او موتور او فالف او فان او لمبه او اي اوتبوت او سيجمنت، اقدر اشغل اي اوتبوت بالبي ال سي مهما كانت الباور بتاعته كبيره او قليله. بوصلهم ازاي؟ هنشوف ده في مرحله لاحقه. طيب البي ال سي من جوه بقى، الجهاز ده من جوه، جواه بروسيسور، جواه ميموري، وجواه دوائر خاصه بالانترفيس بين الانبوت والاوتبوت اللي انا موصلهم كهاردوير مع البي ال سي، وجواه كمان باور سبلاي. كل الحاجات دي في الاخر مع مجموعه من الفانكشن والفيتشرز اللي جوه البي ال سي، بقدر من خلالها اكتب برنامج واخليه يتنفذ وينفذ لي العلاقه اللي انا عايزها بين الانبوت وبين الاوتبوت زي ما انا عايزه بالظبط. نرجع بقى للديفينيشن بتاع البي ال سي اللي في الاول، هو ديجيتال اوبريتنج الكترونيك ديفايس يوزد بروجرامينج ميموري فور انترنال ستورج اوف انستراكشن اند فور امبلمنتنج سبيسيفيك فانكشن such as logic, sequencing, timing, counting, and arithmetic to control through digital or analog modules various time of machine or process. هو في الاخر الجهاز ده بيحتوي على اجزاء الكترونيه، يعني في دوائر الكترونيه داخليه، في بروسيسور وفي ميموري. الحاجات دي السي بي يو بيتم برمجته بطريقه معينه، البرنامج ده بينزل على ميموري داخليه جوه البي ال سي، بيبقى فيه بعض الفانكشن الداخليه في البرمجه بتاعت البي ال سي زي اللوجيك اوبريشن زي الاند والاور والاكس اور والحاجات دي والنوت انستراكشن، وفي حاجات خاصه بالسيكونس اقدر اعمل سيكونس اوبريشن، يعني اقدر اعمل عمليات متابعه ورا بعضها. في حاجات خاصه بالتايمنج، اقدر في مجموعه من التايمرز بانواع مختلفه اقدر استخدمها، في كمان كاونتنج، في مجموعه من الكاونترز بانواع مختلفه اقدر اتعامل معاها واستخدمها في البرمجه، في كمان عمليات حسابيه زي الارثماتيك اوبريشن، الجمع والطرح والضرب والقسمه وحاجات ثانيه كتير، وفي حاجات تانية غير دول كتيرة كانستراكشن وكأوامر. من خلال الفانكشن دي كلها أقدر أستخدمها في إن أنا أعمل الأوبريشن المطلوب، وبتحكم في مكنة في ماشين، أو أتحكم في عملية معينة، عملية صناعية معينة طبقا للشروط الموضوعة أو اللي أنا عايز أحققها. كمان البي ال سي بيبقى فيه ديجيتال وفي أنالوج مديولز، يعني كمان يقدر يتعامل مع الديجيتال سيجنال ويتعامل كمان مع الأنالوج سيجنال كإنبوت وكأوتبوت.
ده مختصر او ملخص الديفينيشن بتاع البي ال سي طبقا للنيما ستاندرد. طيب ده الكونستراكشن بتاع البي ال سي. زي ما قلنا ان في انبوت سيركت او انبوت سيكشن. الانبوت سيكشن ده انا بوصل معاه مجموعه من الانبوت ديفايسز زي البوش بوتون، زي السويتشز بكل انواعها، زي السنسورز بكل انواعها، وزي السمارت ديفايس. يعني ممكن اوصل كمان سمارت ديفايس كانبوت على البي ال سي. وكذلك في اوتبوت سيكشن اقدر اوصل معاه اي اوتبوت انا عايز اتحكم فيه واشغله، الموتورز بكل انواعها، الدي سي موتور بكل انواعها والاي سي موتور بكل انواعها، سواء سنجل فيز او ثري فيز، لو باور او هاي باور مش تفرق، لان هيبقى فينا في ايزوليشن هيعزل بين الاحمال اللي انا هوصلها وبين الاوتبوت سيركت او الاوتبوت سيكشن. لمبات الاضاءه اللايت ممكن اوصلها مع البي ال سي، الفالف، السمارت ديفايس وحاجات ثانيه، والفان والليد، اقدر اشغل اي احمال، والهيتر والبامب والكمبريسور، اي لود عندي اقدر اوصله مع البي ال سي كاوتبوت. يبقى كده اول حاجه الانبوت سيكشن والاوتبوت ايه؟ سيكشن. طبعا انت عندك بتبقى شايف الاطراف او التيرمينال او المسامير اللي موجوده في الانبوت والاوتبوت اللي بتوصل معاها الحاجات دي. لكن المسامير دي في الاخر ليها دايره داخليه، يعني في انترنال انبوت سيركت محتاجين نفهم هي الكونستراكشن بتاعها عامل ازاي، وكذلك في انترنال اوتبوت سيركت محتاجين نفهم هي شكلها عامل ازاي وانواعها ايه. يبقى اول حاجه في عندي انبوت سيكشن وعندي اوتبوت سيكشن، ده الكونستراكشن بتاع البي ال سي. تاني حاجه في باور سبلاي. الباور سبلاي ده دوره مهم جدا، هو اللي بيغذي الدوائر الداخليه في البي ال سي بالباور. يعني مثلا ممكن في دوائر عايزه 5 فولت او 9 فولت او 12 فولت او 24 فولت جوه البي ال سي، وده اللي بيطلع الجهود اللازمه لتشغيل الدوائر الداخليه جوه البي ال سي. كمان هنا في سي بي يو، سنترال بروسيسنج يونت، وده اهم حاجه في الجهاز كله، ده العقل اللي بينفذ كل العمليات واللي بيقرا البرنامج وبيفهم الكود ويبدا ينفذ الاوامر اللي موجوده في البرنامج، وهو ده اللي بيخلي الـ او بيتحكم في سرعه تنفيذ العمليات حسب الفريكوانسي والسرعه بتاعته. فده طبعا اهم جزء في البي ال سي. الميموري، ودي برضو حاجه مهمه جدا في البي ال سي وعليها يعني لها شرح كتير. الميموري هنا فيها جزء خاص بالشركه المصنعه، عليها الاوبريتنج سيستم بتاع البي ال سي، وده انت كيوزر ما تقدرش توصل له او تقدرش تتعامل معاه او تغير فيه. لكن في جزء اخر خاص بالبروجرام، لما اجي احمل برنامج او اعمل داونلود البرنامج على البي ال سي بينزل على الميموري ويتخزن عليها. الميموري دي بتاعت البرنامج بتكون ريتنتيف ميموري اريا او نون فولاتايل ميموري اريا. يعني ايه ريتنتيف او نون فولاتايل؟ يعني البرنامج لما بينزل على البي ال سي حتى لو فصلت الكهرباء عنه البرنامج بيفضل موجود ما بيضيعش. يعني الميموري بتظل تحتفظ بالبرنامج حتى لو تم فصل التغذيه او الكهرباء عن جهاز البي ال سي. ده معنى كلمه نون فولاتايل، يعني غير مطايره. كمان غير الميموري الخاصه بالبرنامج وغير الميموري الخاصه بالاوبريتنج سيستم بنظام التشغيل بتاع البي ال سي، في ميموري ثانيه خاصه بالانبوت والاوتبوت والماركر وحاجه اسمها الفاريبل والتايمر والكاونتر، خاصه بالاوامر والفانكشن اللي جوه البي ال سي نفسها. هنشوف الكلام ده لما نبدا في الجزء الثاني من المحاضره النهارده ان شاء الله. الجزء الاخير اللي هو الكوميونيكيشن او البروجرامنج، لازم يكون عندي وسيله لبرمجه البي ال سي. الوسيله الاشهر ان انا يكون معايا لابتوب او معايا بي سي كمبيوتر، بس محتاج اوصل كابل ما بين الكمبيوتر مع جهاز البي ال سي، فلابد ان يكون في وسيله كوميونيكيشن او كابل ما بطريقه معينه يتوصل ما بين البي ال سي وما بين الكمبيوتر، واقدر من خلال السوفت وير اللي انا معايا الخاص بالشركه دي او بالجهاز ده اقدر اكتب برنامج عليه بطريقه معينه واعمله داونلود على البي ال سي. كمان الكابل ليه اكتر من وظيفه اللي هوصله بين الكمبيوتر وبين البي ال سي. الوظيفه الاولى احنا قلناها اللي هي من خلالها اقدر اعمل داونلود للبرنامج على البي ال سي، بس في وظيفه ثانيه مهمه ممكن ما يكونش ناس كتير واخده بالها منها، اللي هي ان انا ممكن اعمل عمليه عكسيه، مش بس داونلود، اقدر اعمل كمان ابلود. يعني ايه ابلود؟ اقدر اخد البرنامج اللي موجود على البي ال سي ونزله عندي على الكمبيوتر كمان لو كان في برنامج تم تحميله سابقا على البي ال سي. طب ده اعمله امتى وليه اعمل الحركه دي؟ لما بكون مثلا رايح مصنع والمصنع ده فيه مشكله والجهاز متبرمج ببرنامج قديم وانا عايز اشوف برنامج، هل في خطا ما في البرنامج؟ هل في مشكله ما في البرنامج؟ فانا عايز اشوف البرنامج. طب البرنامج موجود فين؟ متخزن على الميموري جوه البي ال سي، طب انا عايز اشوفه على الكمبيوتر اللي معايا. اروح موصل الكابل مع البي ال سي واعمل حاجه اسمها ابلود مش داونلود. ابلود ده هيعمل ايه؟ هياخد نسخه من البرنامج اللي موجود على البي ال سي ويحطها قدامي على شاشه الكمبيوتر تبقى متاحه ليا اشوفها
واشوف ايه اللي موجود في البرنامج، وممكن كمان اقدر اختبره. بس الكلام ده طبعا بيتم لما يكون الجهاز مش معمول له سكيورتي او مش معمول له باسورد. يعني لو الجهاز ده مش معمول له باسورد او سكيورتي خلاص اقدر اعمل الكلام ده، اما لو كان معمول له سكيورتي مش هقدر اعمل الحركه دي. تمام. في حاجه كمان مهمه مش هن يعني هنشوفها ان شاء الله في السيميليشن واحنا شغالين، ان في وظيفه اخرى كمان للكابل جميله جدا، اللي هي وظيفه المونيتورنج او وظيفه ان انا اراقب اللي بيحصل في البروجكت بتاعي لحظه بلحظه. لما بسيب الكابل المتوصل ما بين الكمبيوتر وبين البي ال سي من خلال السوفت وير اللي عندي اقدر اعمل حاجه اسمها بروجرام مونيتورنج او ستيت بروجرام او ستيتس بروجرام، فاشوف الكونتاكت مفتوحه ولا مقفوله عندي في البرنامج، اشوف الاوتبوت شغال او مش شغال، انهي مسار مقفول انهي مسار مفتوح. ده كله هيبان عندي على شاشه الكمبيوتر لحظه بلحظه، وهيتغير الحاله بتاعت البرنامج لحظه بلحظه مع كل حاجه بتحصل جوه البرنامج وجوه البي ال سي. بس طبعا لازم يكون الكابل متوصل بين الكمبيوتر وبين البي ال سي، ويكون الكابل سليم ما فيهوش اي مشكله. ده كده شرح الكونستراكشن بتاع البي ال سي. انا محتاج بس انبه على حاجه مهمه قبل ما اكمل الكلام عشان ما انساهاش. ممكن يطلب منك انك ترسم الكونستراكشن بتاع البي ال سي ده وتشرح الاجزاء بتاعته. طب انت هتلاقي في الباوربوينت مفيش شرح، يعني الباوربوينت اللي قدامك دي فيها رسمه بس مفيش شرح موجود. انا قلت الكلام ده، طب انت هتجيب شرح منين؟ انت ممكن تنسى الكلام ده. في مرجع انا كنت بعته لكم، مش عارف عارفينه ولا لا، اللي هو المرجع ده على الجروب، شفتوه اكيد صح ولا ايه؟ انا بقى خلاص بس ده واحد منهم. المرجع ده هتلاقي شابتر 1 وشابتر 2. شابتر 1 ده بيتكلم بشكل عام اوفر فيو عن البي ال سي، مقدمه عامه ايه هو البي ال سي وعباره عن ايه والكلام ده، والبي ال سي مع الكمبيوتر والبي ال سي مع الكلاسيك كنترول والابلكيشن والسايد وحاجات زي كده، ده مقدمه عامه. لكن انا يهمني اكتر شابتر 2. شابتر 2 بيتكلم عن الهاردوير، فانت ممكن تقرا شابتر 2 كويس، لان ممكن يجي لك سؤال في الكلام النظري بتاع شابتر 2 ده اللي هو ليه علاقه برضه بالمحاضره اللي احنا شغالين بيها. انواع الميموري ايه؟ الانبوت اوتبوت، الانالوج والديجيتال، المديول، الكومباكت، السي بي يو وظيفته ايه؟ الحاجات دي كلها. فلو سمحت حاول تهتم بالكلام ده، لان ده ممكن يكون موضوع سؤال نظري في الامتحان. الشرح اللي انا شرحته ده هتلاقيه موجود في الشابتر، حاول تبص عليه. الرسمه دي ما تختلفش عن الرسمه اللي قبلها كتير، بس هي نفس المعنى يعني. برضه ده الكونستراكشن بتاع البي ال سي، عندي انبوت بوصله بطريقه معينه مع الانبوت موديول بتاع البي ال سي، وعندي اوتبوت بوصله مع الاوتبوت موديول، في باور سبلاي، في سي بي يو ميموري، وفي كابل بتوصل مع الكمبيوتر عشان اقدر ابرمج من خلاله البي ال سي. بيبقى في ايزوليشن بين الانبوت والبي ال سي وبين الاوتبوت والبي ال سي عن طريق حاجه اسمها الاوبتيكال ايزوليشن او الاوبتو كابلر. ده هنشوفه في الدائره العملي او في الدائره الكونكشن لما نشرحها. وده عشان يحمي الدائره الداخليه للبي ال سي من ان ممكن يحصل مشكله في الانبوت كهاردوير ما تاثرش على الجهاز وما تبوظش حاجه جوه الجهاز، وكذلك الاوتبوت. فالرسمه دي تعتبر هي نفسها الرسمه اللي قبلها بالظبط. طيب ايه الانبوت اللي ممكن اوصله مع البي ال سي؟ كل انواع السويتشات والبشوتون، كل انواع السنسورز المختلفه زي الليمت سويتش، زي الفوتو سنسور، زي البروكسيميتي، زي البريشر، زي الليفل، زي التمبريشر، زي الفاكيوم فلوت، الانكودرز، شفت الانكودرز كلها، كل الحاجات دي اقدر اوصلها كانبوت مع البي ال سي. انتوا اتعاملتوا مع السنسور في الجزء الاول ولا ما خدتوش حاجه عن السنسور؟ يعني اشتغلتوا في الجزء بتاع مع دكتور مجدي، خدتوا ايه؟ اخدنا دكتور كان مع السنسور. شفتوا انواع مثلا البروكسيميتي سنسور ولا ما خدتوهاش؟ انواع البروكسيميتي. البروكسيميتي اندر. يا دكتور برضه. البي ان بي تايب والان بي ان. شرح الحاجات دي برضه. جميل. جميل. الحاجات دي كلها ممكن اوصلها كانبوت على البي ال سي. طيب ايه اللي ممكن اوصله كاوتبوت؟ زي ما قلنا الفالف، السولينويد فالف، وده ممكن يستخدم في المصانع بشكل كبير، وفي بعض المشاريع اللي فيها ليكويد او سوائل زي مثلا مصانع الالبان، مصانع العصائر، المياه المعدنيه او المياه المعبأه، اي مصنع فيه حاجه سائله في الغالب هستخدم الفالف ده. الفالف ده بيتحكم لي في خروج السائل او عدم خروجه، يعني زي حنفيه كده او صمام يفتح ويقفل بس بشكل اوتوماتيك باشاره كهربائيه.
الكونتاكتور طبعا ده اساسي معانا في البي ال سي في الاوتبوت، بيوصله كاوتبوت عشان يفصل لي الاحمال او يعمل لي عزل بين الاحمال وبين البي ال سي. لو اللود كبير بجيب كونتاكتور على قد الامبير بتاع اللود. لو اللود صغير حاجه صغيره مثلا لمبه او حاجه قليله ممكن اشغلها بريلي مش لازم كونتاكتور. السيفن سيجمنت دي حته مهمه جدا في المنهج بتاعنا، هنحاول نشرحها ان شاء الله لان موجوده تطبيقات كتيره. في بعض الاحيان وبعض التطبيقات محتاج ان انا اظهر ارقام على شاشه، يعني مثلا في بروجكت زي الاليفيتور محتاج اعرف الكابينه في الدور الكام وانا بطلب الكابينه، فعايز اوصل سيفن سيجمنت تقول لي رقم الدور اللي فيه الكابينه الحاليه. وده موجود في معظم المصاعد اللي موجوده في البيوت او في العمارات او في الاماكن العامه. كمان في المصانع ممكن يكون في عمليه انتاج شغاله، فانا اعرف كم منتج خرج، كم منتج، كم كرتونه او كم بوكس خرج من المصنع وتم انتاجه، فبحط سيفن سيجمنت او بحط شاشه ويكتب عليها رقم المنتجات او عدد المنتجات اللي خرجت. طب دي بوصلها كاوت مع البي ال سي بطريقه معينه، وليها برمجه معينه هنتعرض ليها في الكورس بتاعنا ان شاء الله، ازاي نبرمجها بحيث تظهر الرقم بشكل سليم. المراوح او الفان بشكل عام، لمبات اضاءه، الهيترز، السخانات، كل الاحمال بشكل او باخر اقدر اوصلها معايا كاوت على البي ال سي. طبعا ممكن اوصل الارم او هورن او بازر، حاجه تعمل انذار، يعني مثلا في وقت معين ممكن عايز اعمل انذار صوتي عشان انبه الناس ان في حاجه خطر او في حاجه بتحصل فيسمعوها. يعني كل الكلام ده يعتبر اوتبوت او ممكن يتوصل كاوتبوت على البي ال سي. الكلاسيفيكيشن بتاع البي ال سي او التصنيف بيصنف الانالوج ديجيتال وكومباكت موديولر، يعني في مديول انالوج ومديول ديجيتال، يعني في ممكن اوصل انبوت انالوج وانبوت ديجيتال مع البي ال سي. وفي حاجه اسمها كومباكت بي ال سي وحاجه اسمها مديولر بي ال سي. الكومباكت بي ال سي اللي هو بيكون 1 يونت، هنبدا بالكومباكت الاول ده، ده كده كومباكت بي ال سي عباره عن 1 يونت، وحده واحده كل مكوناتها موجوده جواها، البروسيسور والميموري والباور سبلاي والانبوت والاوتبوت، كل حاجه جوه الوحده دي. الكومباكت في الغالب بيكون محدود النمبر بوينت انبوت اند اوتبوت، يعني عدد نقاط الدخل والخارج بتكون محدوده او قليله مش كبيره، بالتالي هو بيكون مناسب للتطبيقات المتوسطه والصغيره اللي فيها انبوت اوتبوت محدود مش كبير قوي، ده الكومباكت. المشكله في الكومباكت ايه؟ ان لو في اي جزء من اجزاء الداخليه حصل فيه مشكله او فيلير او عطل هضطر اغير واحده كلها او احاول اصلحه يعني، ولو ما صلحش هضطر اشيل الجهاز كله واجيب جهاز تاني زيه جديد. لكن الميزه اللي فيه ايه؟ ان سعره معقول، سعره قليل مش غالي قوي مقارنه بالمديولر، فده مناسب للتطبيقات الصغيره اللي هي مش عايز تكلفه عاليه فيها. الكومباكت بي ال سي ممكن ازود الانبوت اوت بتاعه ان انا اوصل معاه حاجه اسمها اكسبانشن او اكستنشن، يعني ممكن اجيب وحده كده واوصلها بكابل مع الوحده الاساسيه، يبقى عندي 2 يونت كده واصلين مع بعض بالشكل ده، فبالتالي الوحده دي اسمها اكسبانشن ودي اسمها المين يونت او الوحده الرئيسيه، وبالتالي الانبوت اوتبوت اللي هنا واللي هنا بيكونوا موجودين متاحين ليا في مشروع واحد. يعني الاكسبانشن دي ما فيش جواها سي بي يو، ما فيش جواها ميموري، هي مجرد بس انبوت اوتبوت، وانس ان وصلت الكابل بتاعها مع الوحده المين في المكان ده من خلال سوكت موجود في الحته دي، اصبح السي بي يو والميموري اللي هنا شايفين الانبوت هنا والانبوت هنا كمان والاوتبوت هنا والاوتبوت هنا كانهم جهاز واحد. فانا امتى اوصل اكسبانشن؟ اول سبب ان انا ازود نقاط الدخل والخارج في الكومباكت بي ال سي. لو عندي وحده كومباكت الانبوت اوتبوت عندي مش كافي للمشروع بتاعي، عايز ازودهم، مش هضطر بقى اتخلص من الوحده دي واجيب وحده كبيره، لا ممكن اجيب اكسبانشن واوصل من الوحده اللي عندي وازود بيه الانبوت اوتبوت بوينت. في حاجة تانية ممكن من خلالها أوصل وحدة اكسبانشن، إن أنا أجيب حاجة اسمها اكسبانشن أنالوج، تبقى عندي الوحدة المين كلها ديجيتال ويبقى عندي الوحدة الاكسبانشن دي أنالوج، وبالتالي لما أوصل الأنالوج اكسبانشن مع الوحدة المين الديجيتال هيبقى عندي هنا ديجيتال انبوت أوتبوت وعندي هنا أنالوج انبوت أوتبوت، يبقى كده عملت زي ميكس أو خليط في جهاز واحد، وبقى عندي ديجيتال وعندي أنالوج في جهاز واحد. دول الحاجتين اللي من خلالهم بحتاج إن أوصل اكسبانشن مع الوحدة المين. يبقى السبب الاول ان انا عشان ازود نقاط الدخل والخارج عندي في المشروع بتاعي او في السيستم بتاعي الديجيتال. السبب الثاني ان انا ممكن اجيب اكسبانشن انالوج لو المشروع بتاعي احتاج ان يكون فيه انبوت انالوج او اوت انالوج، فيبقى عندي الوحده المين كلها ديجيتال وعندي الوحده الاكسبانشن عباره عن انالوج انبوت اوتبوت، والاثنين متواصلين مع بعض كانهم وان سيستم وان يونت.
طبعا الاكسبانشن بشكل عام بيكون سعره رخيص قليل مقارنه بالوحده المين، لانه مش جواها سي بي يو ولا ميموري، يعني حاجه جاست انبوت اوت، بيكون سعره بسيط قليل مش غالي. اللي في الجهاز اللي فات ده واللي قبليه ده سيمنز 200، يعني ده سيمنز ستيب 7 200، وده برضه سيمنز ستيب 7 200 لو انتوا واخدين بالكم. سيمنز عمل جهاز احدث من حوالي فتره كده، حوالي 10 سنين او اكتر، يعني حاجه بسيطه. الجهاز ده اسمه سيمنز ستيب 7 1200. بيحصل عمليه تطوير دايما في الشركات، فبتحدث الاجهزه بتاعتها وبتحدث السوفت وير بتاعها بحيث يحل المشاكل اللي كانت بتقابل الناس او المستخدمين في بعض الاجهزه القديمه والصعوبات يعني. ده سيمنز 1200، ده برضه سيمنز احدث شويه من 200، وده الاكسبانشن عباره عن سوكت بشكل كده من غير كابل، بيتركب او بيتعشق في الوحده المين، ويبقى هما الاثنين كانهم قطعه واحده بطريقه معينه. ده اكسبانشن رقم واحد وده اكسبانشن رقم اثنين. اه انت ممكن تركب اكتر من اكسبانشن على فكره، يعني انت ممكن في الواحد في سيمنز 1200 او حتى في سيمنز 200 ممكن تركب مع الاكسبانشن اكسبانشن ثاني عشان تزود الانبوت اوت اللي عندك، ويكون في ابر ليميت او نمبر معين محدد للنمبر اوف اكسبانشن، وده بتعرفه من الداتا شيت الخاصه بالجهاز. ده بقى البي ال سي مديولر. المديولر بي ال سي بيكون عباره عن مديولز بتتركب جنب بعضها. كل مديول بيكون ليه وظيفه معينه، يعني مثلا ده الباور سبلاي مديول، ده اللي فيه باور سبلاي، ده السي بي يو مديول، سنترال بروسيسنج يونت مديول، ده ممكن يكون الانترفيس مديول، ويبقى عندي ديجيتال انبوت، ديجيتال اوتبوت، انالوج انبوت، انالوج اوتبوت، كوميونيكيشن مديول، سبيشال فانكشن مديول، وهكذا. كل مديول انا اقدر اركبه واقدر اخلعه، يعني اقدر احطه واشيله. هنا في فلكسبيليتي، في مرونه في السيستم. هنا في ميزه، ميزه ان اي مديول من دول او اي جزء يحصل فيه عطل انا هغير الجزء ده فقط، مش هغير كل الاجزاء الثانيه. فهنا ده يعتبر افضل شويه من الكومباكت في الحته دي، بس سعره غالي جدا، يعني سعره بيكون غالي، وسعره بيزيد كل ما المديول دي امكانياتها بتزيد وعددها يزيد. الميزه كمان ان انا ممكن اصمم السيستم زي ما انا عايز على 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 حسب رغبتي، بمعنى ان ممكن ازود مثلا المديول انبوت، احط مديول انبوت ومديول ثاني انبوت ومديول ثالث انبوت، وبالتالي بزود كده عدد الانبوت واخلي مديول واحد بس اوتبوت، او العكس ممكن اخلي مديول واحد انبوت وثلاثه مديول اوتبوت. انا بشكل الجهاز حسب ما انا عايز، بقدر ازود الانبوت، ازود الاوتبوت، ازود حاجه خاصه بالكوميونيكيشن وهكذا، واقدر احط مديول اللي انا عايزها واللي انا محتاجها في المشروع بتاعي. هنا في فلكسبيليتي، غير لما اشتري جهاز زي كده وان يونت خلاص الانبوت محدد والاوتبوت محدد والامكانيات محدوده ومعروفه، ما اقدرش ازود فيها ولا اعدلها. فدي ميزه كبيره في الميولر مقارنه بالكومباكت، بس زي ما قلت السعر بتاعه بيكون مكلف وغالي جدا. يبقى احنا كده صنفنا البي ال سي لانالوج ديجيتال وكومباكت وميولر. الانالوج بي ال سي بشكل عام اغلى في سعره من الديجيتال بي ال سي، لان الانالوج بي ال سي هيبقى نفس الكونستراكشن ونفس الهاردوير بتاع الديجيتال بي ال سي، لكن بيزيد عليه الانالوج بيزيد على الديجيتال في ايه بقى؟ ان الانالوج انبوت موجود جواه داخليا حاجه اسمها اي تو دي كونفرتر، انالوج تو ديجيتال كونفرتر، مع الانالوج اوتبوت موجود حاجه اسمها دي تو اي كونفرتر، لو ديجيتال تو انالوج كونفرتر. التو كونفرتر دول عشان يحولوا السيجنال الى ديجيتال عشان تتعامل مع البي ال سي، والى انالوج عشان تخرج من البي ال سي. فبالتالي الانالوج بي ال سي في حاجات زياده عن الديجيتال، وبالتالي سعره بيكون اغلى تكلفه واغلى سعرا من الديجيتال بي ال سي. وطبعا المديولر اغلى من ايه؟ من الكومباكت في التكلفه بتاعته او في السعر بتاعه. المديولر بيكون مناسب للانظمه او المشروعات الصغيره والمتوسطه، بينما المديولر بيكون مناسب للمشروعات الضخمه الكبيره، لان اقدر ازود الانبوت اوتبوت زي ما انا عايز. كمان امكانياته بتكون مناسبه لهذه المشاريع الكبيره، لان الميموري بيكون حجمها كبير والسي بي يو بيكون سريع، فاقدر اتعامل بسهوله مع المشاريع الكبيره الضخمه. هنا بنيجي نتكلم بقى عن البرنسبل اوف اوبريشن او السكان سايكل، ودي حاجه مهمه جدا في البي ال سي، ازاي البي ال سي بيقرا البرنامج وينفذه وبيتعامل مع الهاردوير ازاي. هو بس قبل ما انسى عشان الوقت ممكن يسرقنا، فاضل 10 دقائق ده والميتنج يخلص، احنا هنخش مره ثانيه بنفس اللينك، بس هناخد بقى بريك بين المحاضره دي او الجزء ده والجزء اللي جاي 5 دقائق، عشان بس اكون عملت داونلود للفيديو عشان اسجله عندي. فبعد الميتنج ده ما يخلص هنخش نفس اللينك، بس هناخد بريك 5 دقايق بين كل ميتنج واللي بعده. تمام يا شباب؟ سامعني؟
تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. اشرح كل الامر يا دكتور. يا شباب مفيش حد عنده اسئله، كله تمام يعني. طيب هنا بقى بنشرح حاجه اسمها السكان سايكل، ودي حاجه مهمه جدا في البي ال سي. انا بوصل انبوت مع البي ال سي كهاردوير، سويتش او بوش بوتون او سنسور، بوصل اوتبوت زي موتور او فالف. ازاي الانبوت ده البي ال سي بيفهم ان هو ادى اشاره او مش او 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 مش مدي اشاره؟ لان الانبوت حالتين، يا اما مدي سيجنال للجهاز يا اما مش مدي سيجنال. ازاي ده بيتم او ازاي بيتم التعامل مع ده داخليا جوه البرنامج جوه البي ال سي؟ البي ال سي بيكون ليه حالتين، يا اما يكون في الستوب مود لو لسه مش شغال، يا اما يكون في الرام مود. لما يكون الجهاز في الستوب مود يعني متوقف عن العمل، بتكون كل الوظائف الداخليه واقفه، السي بي يو ما بيعملش اي حاجه، كل حاجه واقفه، كل الاوتبوت مطفي مش شغال. الانبوت سواء ادى اشاره او مش ادى اشاره البي سي ما بيشوفوش لان هو في الستوب مود. كل حاجه بتكون متوقفه عن العمل في البي ال سي لما يكون في الستوب مود. اول لما يتحول البي ال سي من الستوب مود للرام مود، بعد ما اكون حملت عليه برنامج او نزلت برنامج عليه بطريقه معينه، اول حاجه بيعملها ايه البروسيسور لما يتحول للرام مود؟ سي بي يو. اول حاجه بينفذها ايه؟ بيعمل حاجه اسمها انبوت سكان. والانبوت سكان دي هي اول وظيفه بيعملها في حاجه اسمها السكان سايكل. الاربع خطوات دول خد بالك من الاسهم اللي موجوده بيتعملوا بالترتيب، دي اسمها سكان سايكل. طب يعني ايه انبوت سكان؟ السي بي يو بيعمل سكان على كل الانبوت ميموري اللي موجوده داخليا في البي ال سي، اللي هي بتوضح لي الانبوت اللي متوصل كهاردوير مع البي ال سي ده مدي سيجنال او لا. يعني البروسيسور بيعمل ديتكت، بيكتشف الحاله الستيت اوف اول انبوت ديفايسز ذات ار كونكتد تو بي ال سي. بيبدا السي بي يو يكتشف او يشوف حاله كل نقاط الدخل وكل الحاجات اللي انا موصلها كانبوت مع البي ال سي، هل هي مديه سيجنال يعني في سيجنال جايه منها ولا مفيش سيجنال جايه منها في اللحظه دي. دي كده اول خطوه واول حاجه بيعملها البروسيسور لما يبدا يتحول من ستوب مود للرام مود، ودي اول حاجه بتتعمل في السكان سايكل، حاجه اسمها انبوت سكان. طب ازاي السي بي يو بيكتشف ده؟ كل انبوت انا موصله مع البي ال سي كهاردوير بيبقى ليه ايمج، دي صوره في الميموري عباره عن ميموري حجمها 1 بت. ميموري حجمها ايه؟ 1 بت. ال 1 بت دي يعني خانه واحده ليها احتمالين، يا اما يكون جواها 1 يا اما يكون جواها 0 باينري، يا اما 1 يا اما ايه؟ 0. فلو الانبوت اللي بره كهاردوير مدي سيجنال للبي ال سي، هيتسجل اوتوماتيك عن طريق داتا انترفيس في الميموري دي 1 الخاصه بالانبوت ده برقم معين. ولو الانبوت ده مش مدي سيجنال هيتحط في الميموري دي 0. يبقى السي بي يو دوره ايه؟ يبص على الميموري دي، لو فيها 1 يعرف ان الانبوت ده اكتيفيت او مدي سيجنال، لو فيها 0 يعرف ان هو مش مدي سيجنال في اللحظه دي. بيعمل ده بقى مع كل الانبوت اللي متوصله مع البي ال سي. بعد ما خلص الانبوت سكان هيخش على العمليه الثانيه في السكان سايكل اللي اسمها ايه بقى؟ بروجرام سكان. يعني ايه بروجرام سكان؟ يبدا يقرا البرنامج اللي انت كاتبه واللي انت نزلته على البي ال سي، يقراه سطر سطر من فوق لتحت، لاين لاين او رانج رانج او نتورك نتورك، يقراه سطر سطر ويبدا ينفذ الاوامر اللي مكتوبه في البرنامج. طيب فيقرا البرنامج كله، بعد ما يخلص البرنامج كله قرايه خلاص كده، يخش على العمليه الثالثه اللي هي ايه؟ الاوتبوت سكان. في الاوتبوت سكان دي بعد ما انتهى من قراءه البرنامج كله مره واحده كامله، بيبدا يعمل انرجايز اور دي انرجايز اول اوتبوت ديفايسز، يعني يبدا يشغل او يعمل عمليه اطفاء او يفصل يعني كل الاوتبوت ديفايسز اللي متوصله مع البي ال سي. طب هيشغل مين ويفصل مين؟ لا هيشغل ويفصل دي طبقا بقى للبرنامج اللي قراه والانبوت اللي دخل عليه على الجهاز. يعني طبقا للانبوت اللي جه والبرنامج اللي اتقرا، هيبقى القرار في الاخر يا اما اشغل اوتبوت معين يا اما افصل اوتبوت ثاني وهكذا. فيبدا يشغل اللي المفروض يشتغل ويفصل اللي المفروض يتطفي او يتفصل عنه. بعد ما خلص الاوتبوت سكان يبدا يعمل اخر عمليه في السكان سايكل، حاجه اسمها الهاوس كيبنج. ده بيعمل تشيك على الكوميونيكيشن، بيعمل تشيك على البروسيسور، بيعمل تشيك على حاجه اسمها التايمرز، الميموري، البرفورمانس، حاجه اسمها الانترنال دايجنوستكس، بيتاكد ان كل حاجه تمام جوه البي ال سي وان مفيش مشاكل معينه، وبعدين يرجع بقى يعيد مره ثانيه السكان سايكل. يعمل انبوت سكان، بعدها بروجرام سكان، ثم اوتبوت سكان، ثم هاوس كيبنج. انبوت بروجرام اوتبوت هاوس كيبنج، دي اسمها السكان سايكل، ودي بتفضل شغاله متكرره ورا بعضها كده
طول ما البي ال سي في الرام مود. طيب هنا في سؤال، لو في انبوت جه يعني اتغيرت حالته كان بزيرو بقى 1 ادى سيجنال يعني، بس كان السي بي يو بيقرا البرنامج، هل الانبوت ده اتشاف في اللحظه دي؟ الاجابه لا، لان طالما البروسيسور دلوقتي بيعمل بروجرام سكان بيقرا البرنامج مش هيقدر يكتشف ان في انبوت جه او ما جاش، هيفضل منتظر لحد لما يخلص البروجرام سكان والاوت سكان والهاوس كيبنج، ولما يجي يعمل انبوت سكان مره ثانيه في السايكل اللي بعدها هيقدر بقى يكتشف الانبوت ده ان هو جه. السكان سايكل دي بتاخد وقت قد ايه؟ صغير جدا جدا جدا، بالمايكرو سكند وساعات بالنانو سكند. يعني الزمن اللي بتستغرقه عمليه السكان سايكل الاربع عمليات دول بيستغرقوا زمن ممكن يكون بالمايكرو سكند او بالنانو سكند. وبالتالي انت مش تحس ابدا باي ديلي تايم ما بين ان السيجنال فيزيكالي كهاردوير جت كانبوت وما بين ان البي ال سي حس بيها وشافها وتعامل معاها. انت مش هتشعر او هتحس ابدا ان في اي تاخير حصل او موجود. ده ملخص للسكان سايكل بس بشكل بسيط. ريد لمين؟ ريد للانبوت. اكسكيوت لمين؟ للبروجرام. رايت لمين؟ الاوتبوت. رايت معناه ان اشغل اوت في الاوتبوت وببدا اكرر مره ثانيه الايه؟ السكان سايكل. طبعا برضه شرح السكان سايكل ده مهم جدا لازم تفهمه، لان من خلالها هتفهم يعني ايه برمجه ويعني ايه بي ال سي. مهم جدا تركز قوي على السكان سايكل وعلى البرنسبل اوف اوبريشن وتبقى فاهم كل حاجه من دول ايه وظيفتها. انا بس نسيت اقول حاجه، ان الجهاز بتاع البي ال سي بيكون ليه حالتين، يا اما يكون في الرام مود يا اما يكون في الستوب مود. لما بيكون في الرام مود بينفذ السكان سايكل دي، لما بيكون في الستوب مود مش بينفذ السكان سايكل، بيكون متوقف عن العمل تماما. طيب لازم الجهاز يكون في الستوب مود اثناء ما بعمل داونلود لبرنامج على البي ال سي. يعني ما ينفعش اعمل داونلود لبروجرام على البي ال سي وهو في الرام مود. يبقى لما اجي اعمل داونلود لبرنامج انا كاتبه على الكمبيوتر او اللابتوب، اعمله داونلود او ترانسفير من الكمبيوتر للبي ال سي، لابد ان البي ال سي يكون في انهي مود؟ يكون في الستوب مود، ما ينفعش يكون في الرام مود. ليه؟ لان البرنامج اللي هينزل على البي ال سي هيمسح البرنامج القديم. البرنامج الجديد اللي انا بنزله هيحل محل البرنامج القديم اوتوماتيكلي لو كان في برنامج قديم قبل كده موجود على الجهاز. جهاز البي ال سي بيشيل برنامج واحد بس ات تايم، ما يقدرش يشيل اثنين بروجرام، هو بيشيل كل مره برنامج واحد في الوقت، ولما تيجي تبرمجه ببرنامج جديد القديم بيتمسح لان الجديد بيحل محل القديم. هذه العمليه عمليه الترانسفير او الداونلود لازم تتم والجهاز في الستوب مود، ما ينفعش تتم في الرام مود. طب بعد ما نزلت البرنامج عايز بقى اجربه، اروح محول المود بتاع البي ال سي عن طريق سويتش موجود هاردوير فيه او عن طريق بروجرام من الستوب مود للرام مود، يبدا البرنامج يتنفذ بطريقه معينه وتبدا السكان سايكل تتنفذ في الرام مود. في اي سؤال؟ دكتور معلش، حضرتك بتقول ان احنا لما نديله انبوت هو ما لو هو اثناء السكان سايكل ما بياخدش الاوردر ده غير لما يبدا السكان سايكل من الاول، على الرغم ان السكان سايكل دي جزء صغير جدا من المايكرو سكند، فاكيد يعني هو احنا الانبوت اللي هندهوله هيبقى اكتر بكتير في وقتها منها. فليه مثلا احنا يعني بنقول الجمله دي على الرغم ان هو اكيد هيحس بيه؟ طيب انا هرد على اجابتك بس بعد الميتنج ما يفتح مره ثانيه عشان فاضل اقل من دقيقه. انا هقفل بس. تمام. هو اول حاجه ابدا بيها اجاوب على سؤالك. تمام. هناخد بس 5 دقايق بريك وبعدين نكمل تاني ان شاء الله. السلام عليكم.